أمام مدخل مدرسة ألبرت إينشتاين بولاية ميريلاند يحاول الناشط السياسي تشيك باي استمالة الناخبين لصالح مرشحه الديمقراطي، ويعتقد أن تأخير الموعد الانتخابي ساهم في تراجع نسب المشاركة. هناك أسباب كثيرة لتراجع الإقبال على الانتخاب، والسبب الأهم هو تأجيل الانتخابات إلى غاية منتصف يوليو. سكان ماريلاند لم يتعودوا على هذا، الكثير منهم يقضون عطلهم بعيدا. أنا أعمل في الانتخابات منذ عقود طويلة ولاحظت هذا أيضا. الانتخابات التمهيدية في ولاية ماريلاند تستهدف التعرف على مرشحي الأحزاب لاثني عشر مقعدا في مجلس النواب ومقعد في مجلس الشيوخ، ولكن أبرز سباق تنافسي في هذه الولاية هو حول منصب الحاكم. فميريلاند هي من القواعد القوية للحزب الديمقراطي، ولكن الحاكم المنتهي ولايته لاري هوغان هو من الحزب الجمهوري. لاري هوغان هو حاكم ولايتنا، والكثير منا يعتبره من الجمهوريين المعتدلين. فاز الجمهوري لاري هوغان بمنصب الحاكم مرتين متتاليتين وينافس الآن على الثالثة، وله حظوظ كبيرة بحسب الاستطلاعات. بالرغم من التحديات الكثيرة فهو لا ينافس فقط الحزب الديمقراطي بأسماء كبيرة كتوم بيريز وزير العمل السابق، بل ينافس خصما جمهوريا آخر يحظى بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي له ذكريات سيئة مع حاكم ولاية ميريلاند في عدة مناسبات. ولا يتوقع صدور النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية في ميريلاند قبل الخميس القادم بسبب الكم الكبير من الأوراق المعبر عنها بالبريد وتداعيات تأخير الانتخابات، خصوصا بسبب عطلة الصيف التي أصبحت في منتصفها. ويعتبر كثيرون أن الانتخابات التمهيدية في ولاية مثل ميريلاند، هذه الولاية المحسوبة تقليديا على الحزب الديمقراطي الأمريكي، هي بمثابة الاستكشاف والامتحان لأداء الحكومة الأمريكية الحالية من جهة، وكذلك قراءة لتوجهات الناخب الأمريكي على بعد أشهر من موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. خليل بن طويلة الحرة من مقاطعة مونغومري في ولاية ميريلاند.